كما كتشوفوا اجواء احتفاليه اكادير في كل مكان. شوفوا احتفالات في كل مكان. ديما المغرب. السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد. الف 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 مبروك للمنتخب المغربي. هيا خوتي، ديما المغرب ديما المغرب. غادي نصوروا لكم احتفال الساكنه ديال اكادير السوسيين، حيت هاد العاصمه ديال الامازيغ هي اكادير، وغادي نشاركوا معكم احتفال السوسيين بعد تأهل المنتخب المغربي الى النصف النهائي ديال كاس العالم في قطر 2022. اشتركوا في القناه ديالي، ساعدونا باش نوصلوا القناه 300 ك. كلشي دير ابوني، كلشي اشترك، فرجه ممتعه وديما مغرب. ومبروك علينا، الف الف مبروك للمغاربه. صبروا معنا كما كتشوفوا جماهير مغربيه. مبروك، الف الف مبروك للمغاربه كاملين. أنا أقول لكم جوستير برشت، جماهير منتخب مغربي كل مكان. احتفالات في مستوى بعد تأهل المنتخب المغربي إلى نصف النهائي. المغاربة كيحتفلوا في كل مكان، جماهير مغاربية أي مكان. حاليا كتوجهوا في طار برشت، احتفالات في المستوى بنسرقوا في المستوى الوفاق، احتفالات في المستوى العاصمة ديال بوجود تشيرة، احتفالات في المستوى كل ما كان اخوتي، احتفالات رائعة جدا كما كتشوفوا. اجواء رائعة، اجواء احتفالية. نتمنى ان شاء الله يكون خير، نتمنى ندوم هذه الفرحة، نتمنى ان شاء الله المنتخب المغربي يفوز بكأس العالم. هادشي كنتمنى، هو اجواء رائعة جدا جميلة، كاين استحامات كل مكان كما كتشوفوا. الناس هازين الرايات المغربيات، كل واحد كيشجع فريق المنتخب المغربي. كما كتشوفوا، شوف تبارك الله، شوف شوف كلشي كلشي داير الراية مغربية، احتفالات في المستوى. شوف تبارك الله، جماهير مغربية، جماهير أكادير السوسيين. سمعوا احتفالات في المستوى، برافو. كما كتشوفوا الرايه المغربيه كل مكان. كما كتشوفوا احتفال في كل مكان، احتفالات في المستوى، جماهير مغربيه اي مكان. شوف هاي وزيد، شوف هم سالين، والله مسالين، هما دائما احتفالات في المستوى كل مكان. زيد تبارك الله، ديما مغرب
مبروك الف الف مبروك للمغاربه من طنجه الى الكويره العزيزه، فرحانين جماهير كيحتفلوا هنا كل مكان. نتمنى ان شاء الله يكون خير. كما كتشوفوا ديما مغرب، هادو هما راه ساهرين، ها هما هادو. يلا يلا زيد، ايوا احتفالات كل مكان. شوف اخوتي، شوف احتفالات. برافو الاسود الاطلس، تأهل احتفالات. أيوا إيما زيغ هذه هي تاريختهم، دائما احتفالات في المستوى. برافو، مبروك عليكم، مبروك، ألف ألف مبروك للمغاربة كاملين. برافو، كما كتشوفوا احتفالات في المستوى، نايضة ديال في الصحة. شوف ايوا زيد زيد زيد، برافو ديما مغرب. هاي 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 ديما زيد، برافو. هادي هي تاريختهم ديما. يا سلام يا سلام. ايوا اجواء رائعه، اجواء احتفاليه ديما مغرب. يلا مبروك مبروك اسيدي، احتفالات في المستوى. غادي نبلاصي وغادي نصوروا لكم فيديو كما بغينا حنا، ان شاء الله يكون خير، ان شاء الله نتمنوا المزيد. جماهير مغربيه كل مكان كما كتشوفوا، اجواء رائعه، اجواء احتفاليه خاص اكادير. هذه قاعدتهم، مبروك كما كتشوفوا جماهير مغربيه كل مكان.
فيه احتفال بالمستوى. نتمنى الاعجاب ديالكم ديال المغرب. المنتخب المغربي الى ثم النهائي، عفوا الى النصف النهائي. حاليا هذه هي ساحة الامل، جماهير مغربية اي مكان. يلا سيد سيد المزيد ديال الاحتفالات كل مكان. بارك الله تبارك الله، هذه هي البداية. مبروك، الف الف مبروك للمنتخب المغربي ومبروك جماهير مغربية. كما كتشوفوا احتفالات في كل مكان، اي بلاصة جماهير مغربية كيحتفلوا في اي بلاصة. امازيغن، الراية ديال امازيغن في كل مكان. ها هي امازيغن، ديما امازيغن. Ha ha ha!
تأهل المنتخب المغربي. مبروك علينا، ألف ألف مبروك جماهير مغربية في أي مكان. أكادير ناصحة الأمان ما قلتها، هي فيها احتفالات بالمستوى، ولكن الزحامات ما كاين شي بلاصة اللي غادي بلاصة فيها الطوموبيل إلا هذا المكان فقط. وقررنا باش نجيو نصوروا لكم هنا، ولا قلتها هي غادي نصورها من بعد إن شاء الله بحول الله. النهائي ان شاء الله الاغلبيه غادي يتلاقاو مع المنتخب الفرنسي، وان شاء الله التاهل لصالح المنتخب المغربي بضربه الجزاء. فاز المغرب، صحتكم. جماهير مغربيه، شوف هنا شوف هنا، عشيري شوف هنا شوف، برافو، مبروك عليك مزيان، ديما مغرب. شوف الدراري، العالم ديال المغرب كل مكان اي بلاصه، اجواء رائعه جدا، مش مشكل. مبروك عليك، ديما مغرب، ديما مغرب، ديما مغرب. اش غادي تقول للجماهير المغربيه؟ العز والنصر للمغرب، ديما ديما مغرب. كاس العالم ديالنا، تحيه. ايوا زيد زيد، ايوا زيد زيد، ايوا برافو. برافو، بصحتكم. احتفالات في المستوى كل مكان. ابن المغرب، يلا يا ودي زيد، برافو، صحتكم. ديما مغرب، برافو، ديما 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 مغرب. هي يا سيدي، ها هي انا راك اللايف. مزيان اخويا، الله يسخر، الله يوفق. مرحبا. احتفالات كل مكان اخوتي. كونغراتيليشن موروكو. كما كتشوفوا، برافو ديما مغرب. بارك الله، ديما مغرب، فلسطين. هيا العالم ديال فلسطين والعالم ديال المغرب.
كل مكان، الناس كيحتفلوا هنا ناشطين. ديما مغرب، ديما مغرب. ها هي خوتي، ها هي الراية ديال بيزبلا. ها جماهير ديما مغرب. طاط تصبر ولا شوش هاد الحرب اخويا. هي ديما المغرب. تحياتي ليك اخويا. ها تي 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 مبروك علينا. وي شوفوا. اه شوف تبارك الله. والله العظيم الى هادشي عجبني. عجبني هادشي ديال الاحتفال. النيه هي ديما النيه. النية فيفا ما خاكا. النية عطرف البرة وتخرج كي درنا ليها. الله يحفظك اخويا صحتك. شو شو اش غادي نقول لك؟ وحق الله الى سبحان الله. احتفالات ديال بصح. شوف مغربي، جماهير مغربية في كل مكان كيحتفلوا بعد تأهل المنتخب المغربي. اذا واحد الاحتفال غيبقى حتى الفجر ان شاء الله بحول الله، وغدا احتفال حتى هو ان شاء الله في النصف النهائي ان شاء الله بحول الله. نحتفلوا من جديد ونحتفلوا في النهائي من جديد، نفوزوا بكاس العالم ان شاء الله بحول الله.